أداب الدعاء، أداب الدعاء يكون في وضوء زي أداب تلاوة القرآن، إن أنا أقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع، زي ما قلت مش قلب غافل عن ربنا سبحانه وتعالى. أستحضر استحضار النية النية. اللي هو عاوزين نقولها، هو ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول سيدنا النبي إنما الأعمال بالنيات. نياته لكل امرئ استحضار منهم. النية، أنا هكلم ربنا. هو يعني إيه دعاء؟ طلب من الله سبحانه وتعالى. يبقى أنا هطلب من ربنا فبستعد للطلب. تخيلي وأنا رايح أقدم طلب كده لعميد جامعة ولا حاجة، أنا بلبس أحسن يونيفورم عندي و ببقى في كامل هيئتي. وأقدم الطلب كمان، ده لازم الصيغة اللي في الطلب. الصيغة بقى، الصيغة اللي في الطلب صيغة الدعاء. داخلين عليها اهو. لان في ناس ساعات فضلت الشيخ يعني بيهتموا قوي ان هم يحفظوا صيغة، لكن الحفظ ده بيخليهم يخرجوا شوية من تركيزهم ومن خشوعهم. فنقول لهم ايه؟ طيب، في أدعية مأثورة عن سيدنا النبي صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم، والسلام. بعض الناس اللي هم العوام ما يعرفوهاش. أدعية سيدنا النبي كتيرة، وسيدنا النبي كان بيهتم بالدعاء في كل حال، وحتى الصحابة كانوا يهتموا بالدعاء في كل حال وهم مع سيدنا النبي، فكانوا يرفعوا صوتهم وهم بيدعوا مثلا، يقول لهم سيدنا النبي أربعوا على أنفسكم، يعني بالراحة وطي شوية. صوتك شوية. اهدى وانت بتدعي ربنا، فإنكم لا تدعون أصما ولا أبكما، وإنما تدعون سميعا بصيرا، ونعم إن بالله. الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فادع ربنا، عاوزك تكون في كامل إخلاصك وكامل خشوعك وتذللك وافتقارك بين إيدين ربنا. طب أدعي ربنا بإيه؟ الراجل جه للنبي قال له إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنا راجل بسيط على الفطرة، ما أعرفش أقول الكلام الحلو اللي أنت بتقوله يا حضرة سيدنا النبي. قال له طب أنت بتدعي ربنا بإيه؟ فقال له أنا بسأل ربنا الجنة وأعوذ به من النار. فضحك سيدنا النبي وحط ايده على كتفه وقال حول كل هذا ندندن. ما قالوش غير، ما قالوش روح اتعلم، ما قالوش روح احفظ اللي انا بقوله، انما عاوز منك حضور القلب، عاوز منك الخشوع. طيب وانا بدعي ارتب الدعوه بتاعتي ازاي؟ ارتب الدعوه، اول حاجه اقبل على الله في كامل هيئه وعز وخضوع وانكسار لله. اول حاجه بدعي ربنا باسمائه العلى وصفاته، يعني مثلا بدعي باسماء ربنا، بقول له يا ودود يا مجيب يا واسع يا حكيم، على بقول له حسب يا انا غرضي رحمن ايه، يا رحم. اي على حسب انا غرضي ايه. فضل او على حسب ما يحضر على قلبي. بدعي ربنا بصفاته باثني العليا. على الله باسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وتاني حاجه بصلي على حضره سيدنا النبي. لما الراجل كان بيدعي ربنا من غير ما يصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه عجلت وسلم، النبي قال عجل عجلت. صاحبكم، تعجل ليه يا سيدنا النبي؟ قال عشان ما صلاش على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك سيدنا عمر يقول الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على سيدنا رسول الله. موقوف يعني لسه ما طلعش اهو. فصلي، يبقى قلت أسماء ربنا وأثنيت على الله، وبعد كده صليت على حضرة سيدنا النبي. أدعي ربنا باللي أنا عاوزه. ربنا مش عاوز مني الدعاء المنمق، إنما عاوز حضور القلب. واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل الله عن ذكر الله. فعاوز حضور القلب في الدعاء، عاوز العينين تبكي من دعاء ربنا، عاوز أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. عاوز وأنا ساجد أدعي ربنا، عاوز كلام حضرة سيدنا النبي ورجل ذكر الله خاليا، يعني لوحده كده بعيد عن الناس، اعتزل الناس وقعد خد خلوة مع الله في ساعة وقعد يدعي ربنا ويعيط. واحنا محتاجين الحاجة دي، مزبوط. النفس محتاجة حضور مع الله سبحانه وتعالى. طيب فرض